ولهذا قال لم يزدد ربنا سبحانه وتعالى لم يزدد بكونهم أو أي بكون المخلوقات شيئا لم يكن أي قبل المخلوقات من صفته، يعني لم يزدد الله صفة من صفاته بعد خلق المخلوقات، معناه ما زاد في صفات الله بعد خلق الخلائق شيء لم يكن في صفاته قبل خلقهم، بل صفاته قديمات أزلية. والدليل على أن لله صفات قائمة بذاته النقل والعقل. أما النقل طبعا الآن لعله يرد على المعتزلة الذين ينفون الصفات أصلا، فقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، وقوله تعالى أنزله بعلمه، وقوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أثبت الله لنفسه العلم والقدرة، وكذا باقي الصفات أثبتت بقول الحي القيوم وبقول هو السميع البصير. وفيه نفي لقول المعتزلة حيث قالوا إنه حي وعالم وقادر بذاته. طبعا تعلمون سبب هذا، وهو عدم القول بتعدد القدماء، لا بصفة زائدة على ذاته قائمة به. نحن نقول يعني أهل السنة والجماعة يقولون الله عز وجل عالم بعلم، وهذه الصفة قائمة بذات الله وزائدة على الذات، فليس هو عالما بذاته دون أن يكون له صفة العلم، لأن هذه الإطلاقات على الله عز وجل ليست من باب الألقاب والعلم. تمام؟ يعني ممكن إنسان جاهل أنا أسميه عالم، ممكن إنسان عاجز لا يستطيع المشي أنا أسميه قادر، هذا من باب العلم. لكن بالنسبة لله عز وجل هل إطلاق، إذا كان الله عز وجل ما عنده علم وسمى نفسه عليما، يكون هذا من باب العلم واللقب؟ نقول نحن بل نطلق، أو الله عز وجل أطلق على ذاته هذه الصفات من باب تحققها ووجودها لا من باب العلمية واللقب. واضح هذا الكلام؟ نعم. مثلا أستاذنا عندنا يعني في تركيا بعض الآباء يسمون أبنائهم باسم حافظ، ولد اسمه حافظ وليس حافظا، وليس حافظا يعني في الحقيقة، هذا لله لا يجوز يعني؟ طبعا هذه الأسماء لله عز وجل تدل على صفات، وجود الصفات طبعا، وليس هذا من باب اللقب كما قلنا وباب العلم. ولكننا نقول القول بحي لا حياة له، وبعالم لا علم له، وبقادر لا قدرة له محال، كما أن القول بمتحرك لا حركة له محال. مستحيل أن يكون شيء متحركا وهو لا حركة له، مستحيل. كيف تصف الشيء بأنه متحرك ولا حركة له، أو تصف الشيء بأنه أسود وما فيه سواد، أو تصف الشيء بأنه أبيض وليس فيه بياض، وهكذا، فهذا مستحيل. نعم، لأن هذه الصفات مشتقة من المعاني، فلا يطلق على الذات
إلا بقيام مأخذ الاشتقاق به. وأما الدليل من حيث العقل يعني على اتصاف الله بالصفات، طبعا المعتزلة لا ينكرون هذا، لا ينكرون كون الله عز وجل حكيما عليما مريدا، نعم. وأما الدليل من حيث العقل فهو أن الله تعالى اخترع هذا العالم مع اختلاف أنواعه على ما هو عليه من الإحكام والإتقان وبديع الصنع وعجيب النظم والترتيب وتركيب الأفلاك الدائرة وما فيها من الكواكب السيارة. طبعا يوجد الفلك، الفلك هو طريق الكوكب، الفلك هو طريق الكواكب، لذلك الله قال عن الكواكب وكل في فلك يسبحون، نعم. إذن فيها وما فيها في الأفلاك يعني من الكواكب السيارة وتسخير الشمس والقمر دائبين يعني بدون انقطاع، بدون انقطاع، نعم، يستبقان فلا يتداركان، ويتداركان فلا يختلطان، لا يصطدمان. ولو أدرك أحدهم، طبعا هذا ليس الشمس والقمر، هذا ليس عجيبا، لو يوجد في الكون كوكبان لا يصطدمان ما في مشكلة. أما إذا يوجد شموس وكواكب أكثر من عددي، أقول أكثر وأنا مسؤول عن هذا الكلام، هذا كلام علمي، أكثر من عدد حبات رمال البحار. كم يوجد رمال البحار؟ نعم، أعدادها، لأن الكون دائما يتسع، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، يعني في كل ثانية يزداد الكون اتساعا. وكل يوم العلماء يكتشفون مجرات جديدة، يكتشفون مجرة ما كانت موجودة، يعني كما قلت لكم منذ أيام اكتشفوا هذه مجرة اسمها الجوردو، فقلت لأخ بريطاني كنت أكلمه عن هذا، قال الجوردو كلمة إسبانية معناها العملاق، فسموها المجرة العملاق. هذا حديثا كم يوجد فيها؟ قلنا 3000 تريليون نجم، يعني 3 ملايين مليار نجم. أزل الأصفار من هنا ضعها هنا أو من هنا ضعها هنا ما في مشكلة، 3000 فقط، لكن تريليون أو 3 ملايين مليار، النتيجة واحدة. ومع هذا لا، أنا قلت لهم إخواننا في إسطنبول يوجد 3 ملايين سيارة، لو لا يوجد إشارات وشرطة مرور تنظم هذا الأمر كم حادث يحصل كل يوم؟ لو لا يوجد إشارات مرور كله آلاف. ومع هذا التنظيم يوجد ماذا؟ يوجد بعض الحوادث. هذا 3 ملايين، طيب يوجد تريليونات النجوم تدور يا شيخنا، تدور كل في فلك يسبحون، لا بد من منظم سبحانه وتعالى. ويتداركان فلا يختلطان، وجعل الليل والنهار متكررين على الخلائق، أحدهما يعني الليل يغشى، يغطي، يغشى بمعنى يغطي، بقوته وجوه الأشياء ويغطيها، ويكشف الآخر السواتر يعني النهار عن وجوه الأشياء ويجليها، وما يرى ويشاهد في أبدان الحيوانات من الحياة والتميز. طبعا تميز، سبحان الله،
أيضا يوجد ملايين الأنواع من الحيوانات وكل واحد منها متميز عن الآخر. نعم. والاهتداء إلى اجتلاب المنافع، من علم؟ نحن نتعلم الاهتداء للاهتداء إلى من علم هذه الحيوانات أن تهتدي إلى منافعها، كيف تحمي نفسها، كيف تحصل رزقها. نعم، طبعا هذا بالتفصيل شيء يذهب بالعقول، شيء يذهب بالعقول. لو رأيت حياة كل حيوان وحده كالنمل والنحل وغير ذلك شيء عجيب. نعم. واجتناب المضار وما فيها من لطائف الحواس ومجاري الأنفاس وما في الأجسام الجمادية من الخاصيات، حتى الجمادات، الملح له فوائده، السكر له فوائده، القمح له فوائده. هذا بالنسبة لو أتيت أن لتحلله، هو في النهاية جواهر وأعراض. من الذي جعل؟ نعم تقول يا أخي يوجد في الملح صوديوم وكذا وكذا، ويوجد في السكر كذا وكذا، تمام يوجد، من أوجده؟ من الخاصيات. أحد المتفكرين يقول إن خلقت أنا الماء وله كما قلنا 77 مادة فيه، ما سمحت لأحد لأن يتطهر بها به. الله نعم، لكنها صنعة الكريم. خواص، نعم يوجد. العلماء فقط يكتشفون، يأتي الطبيب يقول هذه العشبة فيها علاج لكذا، هذا يصلح لهذا. العلماء فقط يكتشفون، ما أوجدوا شيئا. من الذي جعل هذه الخاصية؟ نعم، التي أودعت فيها على وجه، لو تأمل علماء العالم وحكماء الأنام الموصوفون بدقة الأفكار وحدة الخواطر، نعم، لو تأملوا جميع العمر لما وقفوا على كنهها ولا على جزء من 1000 جزء مما فيها من آثار كمال الحكمة ولطائف التدبير. وفيه دليل قاطع لذوي العقول على أن صانع هذه الأشياء موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والمشيئة والإرادة والحكمة، ومنزه عن أضدادها التي هي نقص. قوله وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، والمقصود من هذا الكلام إثبات أزلية صفاته تعالى وأبديتها. أما كونها أزلية فلأنها، الآن هذه الأدلة العقلية الآن، وأما كونها أزلية فلأن لو كانت حادثة لكانت قائمة في ذاته. يوجد 3 احتمالات أو 3 احتمالات، لو كانت حادثة، إما أن تكون قائمة في ذاته أو في غيره أو لا في محل. معلوم هذا يستعمل كثيرا في الرد على من يقول بحدوث الصفات. نعم، لكانت قائمة في ذاته أو في محل آخر أو لا في محل، والكل محال. أما الأول، لماذا هو محال؟ فلأن ذات الله ليس بمحل للحوادث. مستحيل. الإمام الرازي في كتاب المعالم في أصول الدين أفرد بحثا طويلا يبين فيه أن الله يستحيل أن يكون محلا للحوادث. نعم، يطول الآن بحثه خصوصا في رمضان، ثقيل يا شيخ إسماعيل. نعم.
نعم إن شاء الله نتكلم عنه. وأما الثاني أن تكون صفة الله الحادثة استغفر الله على فرض وجود قائمة في محل غيره، فلأن صيرورة الذات موصوفة، كأنه يوجد خطأ مطبعي أيضا هنا، فلأن صيرورة الذات موصوفة بصفة قامت بغيره كصيرورة المحل أسود بسواد قام بمحل آخر. يعني الآن أنا هذا قميصي أسود، لماذا أسود؟ لأن السواد هناك في جبته، تمام؟ هذا القول مثل هذا القول. لو قلنا الله قادر بقدرة قامت في غيره، إذن هو قادر بقدرة قامت في غيره، كقولنا هذا أسود بسواد قام بسبب هذا، هذا أسود لماذا؟ لأن هذا أسود، هذا لا يقول به عاقل. نعم. وكصيرورته قادرا بقدرة قامت في شخص آخر. أنا قوي جدا جدا بسبب ماذا؟ والله بسبب تلك الآلة. نعم. وكل ذلك باطل. وأما الثالث فلأن قيام الصفات لا في محل محال، لأن الصفة معنى والمعنى لا يقوم بذاته أبدا. بالنسبة لله نقول معنى، بالنسبة للمخلوقات نقول عرض، والعرض يعني يحتاج إلى محل لا محالة، لا يقوم بدون محل. أصلا من تعريف العرب، أنه لا يقوم بذاته، هذا من تعريف العرب. لكن صفات الله عز وجل لا نسميها عرضا، لأن العرب والله هذا مهم هذا، لكن كيف لكن يوجد تسجيل. طيب خلص هو تكلم. ها تكلم في الداخل، لو كان ذكر لا لا، بنتي من المستشفى تتصل. طيب نصف دقيقة، أنا استريح دقيقة دقيقة اتصل. Selamun aleyküm Zeynel Efendi, Osman Efendi. Evet. Derslere katıldım ben. Abi. Şimdi Mahmut Hocam. Hastalığıyla ilgili olduğundan dolayı salı günü iftarı randevu var, hastalığıyla alıp var, onun için bir dakika. Sana açacak bu. Tamam hocam, bekleriz. Hocamız mantıra oldu. Sen gelsin, gelsin. Gelsin, anlatın hocamız. Beraber gidelim o zaman. Sen dönmüyorsun. Şam-ı Şerif'i harbilerinden. Dönmüyorum ya, yolunu bekliyorum. Şeyh Nader Ebu Amer. Mahmut hocam, büyük bir alim var.
Haftada bir perşembe günü fakir. Burada hoca efendilere ders veriyor. Allah. Yaklaşık 6 aydır bu ders alakası devam ediyor. İstifade etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'a da zaten. Yani ben bir şekilde anlayanlardan, amelden sonra anladıktan sonra amel edenlerden arasında. Sen yok, en yok. Salı gün. Salı Resul Tanrım. نعم نعم فالعرب من اسمه ومن تعريفه أنه لا يقوم بذاته ولا يدوم أما صفات الله عز وجل أزلية أبدية فلا يصح أن تسمى عرضا لا يجوز صفات الله لا تسمى عرضا لأن العرض يحتاج لا يقوم بذاته ولا يدوم حتى لا يبقى زمانين وما يبقى من الأعراب فهو بتجدد الأمثال نعم. وإذا ثبت أن صفاته أزلية بالضرورة تكون أبدية دائما إذ الأزلي لا يزول كل شيء وجوده ذاتي لا يزول كل شيء وجوده ذاتي لا يزول كل شيء يزول مستحيل أن يكون أزليا نعم كل شيء لا يزول يستحيل أن يكون قديما أزليا طيب وقيل في اشتقاق الأزل والأبد قيل الأزل لا أول له اصطلاحا الأزلي لا أول له لا أول له ولا يعني هذا زمان إخواننا هذا لا يعني زمان فالله عز وجل أزلي أبدي ولا يمر عليه زمان أبدا معنى الأزلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول ليس قبلك شيء ومعنى الأبدي وأنت الآخر ليس بعدك شيء هذا المراد وليس المراد أبدا ولا يخطرن على البال أبدا ماذا وجود زمان في حق الله عز وجل عقلا لا يقبل هذا وهما قد يستبعد الوهم كيف يوجد شيء لا يمر عليه زمان هذا شيء وأنت وأنا والأشياء فالوهم يضغط عليك بالقياس قياس الخالق على المخلوق يضغط عليك أن تجعل لله لابد أن يكون في زمان هذا وهم أما العقل عندما يثبت أن الزمان الذي هو حركة الأفلاك مخلوقة يوجب أن يكون الله عز وجل في زمان أن يكون الزمان مستحيلا فحكم الوهم شيء وحكم العقل شيء آخر نعم ما معنى الآن من أين جاءت كلمة الأزل بمعنى اللا أول والأبد بمعنى اللا نهاية وقيل في اشتقاق الأزل والأبد أن الأزل اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته من الأزل وهو الضيق يعني الأزل في اللغة هو الضيق الأزل هو الضيق طيب ما علاقة الضيق بما لا أول له قال يضيق الأزلي هو ما يضيق القلب يعني العقل عن تقدير بدايته والأبد اسم لما ينفر القلب من تقدير نهايته من الأبود وهو النفور طبعا أهل اللغة إما أن يوافقوا أو لا يوافقوا وذكر في الصحاح الأزل بالتحريك القدم وفي الاصطلاح
ما لا ابتداء لوجوده والأبدي ما لا انتهاء له. هذا هو. نعم. ثم قال ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد أن الله خالق أزلا. تمام إخواننا، لاحظوا الآن الخلاف، الآن هذا الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لا يوجد خلاف، لأننا لو سألنا حتى الماتريدية هل خلق الله في الأزل فعلا؟ ما معنى أن الله خالق في الأزل؟ صفته، ما معنى صفة الخالقية؟ أنه يخلق. تمام؟ هل خلق في الأزل؟ إذن في الأزل ماذا عنده؟ قدرة على الخلق، وهذا ما يقول به تماما بدون أي خلاف. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ. قال الخالق والبارئ بمعنى واحد، يقال برأ أي خلق، والبرية الخليقة. وإنما كرر هذا الكلام تأكيدا لمعنى أن الله في الأزل متصف بصفات الكمال غير متعر يعني خال عن شيء من صفات المدح، إذ يستحيل أن تكون ذاته في الأزل خالية عن صفات الكمال لما في ذلك من النقص، وهو محال، وهو النقص يعني محال على الله. ولأن التعري منها يوجب الافتقار إلى حصولها بإيجاد العالم، إذن يحتاج دقيقة العالم أو العالم، أصبر علي. ولأن التعري منها يوجب الافتقار إلى حصولها بإيجاد العالم، طبعا عندما يوجد العالم فالله عز وجل يحتاج إلى خالقية. نعم. والله تعالى غني عن العالمين، تعرف ماذا قصد هنا يا شيخ إسماعيل؟ لو كان إيجاد العالم يا شيخ فاروق، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو كان الله لا يتصف بالخالقية إلا بعد أن خلق العالم لاحتاج في اتصافه إلى الخالقية إلى العالم، كان محتاجا إلى ماذا؟ إلى العالم، إلى العالم. لو لم يسمى خالقا إلا بعد أن أوجد العالم لاحتاج إلى العالم لاتصافه بصفة الخالقية. والله تعالى غني عن العالمين، متعال عن أن يكتسب صفة لم تكن له، يكتسبها بإيجاد الخلق، يعني بسبب إيجاد الخلق الله يتصف بصفة لم تكن فيه. ثم قال له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. يعني الله عز وجل متصف بالربوبية قبل أن يوجد أي مربوب. نعم. ما معنى المربوب؟ الرب هو الذي يخلق ويعني يعطي لكل شيء ما يحتاجه. نعم. هذا تحقيق لما ذكر أولا وتأكيد له، فإنه تعالى خالق ورب قبل وجود المخلوق والمربوب، لأن صفاته قديمة قائمة بذاته. وحاصل هذا الكلام لنفي قول الأشاعرة، حيث قالوا إن صفات الذات قديمة وصفات الفعل كالخلق والإيجاد والتكوين محدثة،
وهو قول عامة المعتزلة والنجارية والكرامية. علمنا أن هذا الخلاف لفظي. نعم. ونحن نقول إن الله بجميع صفاته قديم، لأن الله تعالى مدح نفسه في الأزل بصفات الفعل بقوله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، فثبت أنه موصوف في الأزل بكونه خالقا. لكن هنا الأشاعرة يقولون يا شيخنا بقونه خالقا فعلا أو بالقوة؟ بالقوة. بالقوة، وهذا يقوله الأشاعرة. يعني في الأزل، يعني الخلاف ما هو إخواننا كما قلت لكم في تسمية الصفة، يعني الفريقان متفقان على أن الله يتصف بصفة أزلية بها يخلق. ما اسمها؟ التكوين، الخالقية. اسمها القدرة عند الأشاعرة واسمها التكوين عند الماتريدية. طيب نقول للماتريدية أليس الله عنده صفة القدرة؟ يقولون نعم، لكن هي صفة مصححة وليست مؤثرة. يقولون يصح لمن كانت له قدرة أن يكون، هكذا يقول الماتريدية. عند الأشاعرة هي صفة مؤثرة. نعم شيخنا، في بعض الكتب أنا شاهدت يعني يقولون بعض العلماء ليس فقط القدرة بل القدرة والإرادة معا، هكذا. بماذا؟ لماذا؟ يعني الأشاعرة يعني هكذا قرأت، الأشاعرة يعني يقولون الله عز وجل يخلق بصفة القدرة والإرادة معا ليس فقط بالقدرة، هل هذا صحيح؟ أبدا، ولكن القدرة دائما متعلقة بالإرادة، فلعلهم قصدوا هذا القصد، لأن تعلق الإرادة تعلق تخصيص مرجح، تعلق القدرة تعلق تأثير. تمام سيدي؟ فربما من سمع هذا الكلام أن الإرادة متعلقة بالقدرة والقدرة متعلقة بالإرادة، لأن القدرة توجد أو تعدم ما تخصصه الإرادة، فلا بد منهما. نعم. فثبت أنه موصوف في الأزل بكونه خالقا بارئا مصورا، ولا مخلوق في الأزل ولا مربوب ولا مصور. ولأن صفات الفعل لو كانت حادثة في ذات الله يلزم حاشا، هنا الإمام التفتزاني يقول لا يمكن أن يقصد الأشعري هذا الكلام، لا يمكن. نعم. يلزم أن يكون محلا للحوادث وهو باطل، أو في محل آخر أو لا في محل والكل محال. كما يؤيد ذلك قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وقد مر رده. هنا في المسايرة يقول الكمال ابن الهمام قول الطحاوي في آخر الكلام بعد أن تكلم عن التكوين قال ذلك بأنه على كل شيء قدير، هذا القول رجوع إلى قول الأشاعرة. ما هذا هو؟ قال وقوله في آخر الكلام عن التكوين ذلك بأنه على كل شيء قدير، أن ذلك يرجع إلى القدرة. كمال ابن الهمام ما تريدي أو أشعري؟ ما تريدي. نعم. أما هنا يصر على أن هذا يعني أن مستقل شيء آخر، أشار بقوله ذلك أي ما تقدم من الصفات مثل الإحياء والإماتة وغيرها. نعم. وأراد به أنه تعالى موصوف في الأزل بأنه على كل شيء قدير، وإن لم تكن المقدورات موجودة في الأزل
فكذا موصوف بسائر الصفات مثل التخليق والتكوين، وإن لم تكن المخلوقات في الأزل، نعم، وإن لم، ولأنهم يقرون بأنه عالم قادر سميع بصير في الأزل. ها، هذا رد على ماذا؟ على الأشاعرة، لأن الأشاعرة قالوا لو كان التكوين قديما، والمقصود هنا بالتكوين ليس الصفة، ما هو؟ المخلوق، عين الفعل، عين الخلق. اسمع سيدي، يوجد خالق ويوجد مخلوق ويوجد الخلق. فالأشاعرة قالوا لو كان هذا الخلق قديما لزم قدم المكونات، قدم المخلوقات. فهنا يرد عليهم، يقولون طيب أليس الله موصوفا بالقدرة في الأزل؟ هل يلزم منه قدم المقدورات؟ فكل جواب لكم هنا هو جواب لنا على التكوين. نعم، ولأنهم يعني الأشاعرة يقرون بأنه عالم قادر سميع بصير في الأزل، ولم يوجب ذلك يعني قدرته في الأزل، ولم يوجب ذلك كون معلوماته ومسموعاته ومقدوراته في الأزل، فكذا يكون تكوينه الأزلي تكوينا لكل مكون لوقت وجوده، يعني لا يلزم منه قدم المكونات. نعم، قوله لن أطيل، ننهي فقط هذه الفقرة. نعم، ثم بعد ذلك سنأتي إلى القدر إن شاء الله تعالى. وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، معناه كل شيء سواه مفتقر إليه، إلى الله في وجوده وبقائه، ولا وجود لشيء إلا بإيجاده، ولا قوام لشيء إلا بتقويمه. يعني لا يوجد شيء، لا تقوم قائمة لشيء إلا لذلك الله سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، فهو القيوم الذي أحوج كل شيء إليه. هو الله الغني وأنتم الفقراء، وجميع الأشياء يوجدها بخطاب كن، فتكون جميع الأمور عليه يسيرة لا تلحقه في إيجادها مشقة، ولا يحتاج إلى شيء لأن الحاجة نقص، وهو النقص يعني منزه، أو وهو الله عز وجل منزه عنه عن النقص، ولأن جميع الأشياء مقهورة تحت قهره سبحانه وموجودة بإيجاده، فكيف يحتاج إلى غيره؟ وقد وصف نفسه بكمال الغنى بقوله تعالى إن الله لغني عن العالمين. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إنما ذكر هذا عقيب نفي الحاجة عنه، لأنه نص محكم لا احتمال فيه. ما معنى هذا الكلام؟ لا يحتاج إلى شيء، أكد لا يحتاج إلى شيء بأنه ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأن كل شيء سواه محتاج. لاحظ ماذا قال، كل ما سواه محتاج، إذا كان ليس كمثله شيء فهو نص في عدم الاحتياج. انظر هذا الفهم العميق. لماذا جاء بهذا الكلام ولا يحتاج إلى شيء ثم قال ليس كمثله شيء؟ لأن كل الأشياء محتاجة، إذا كان هو ليس كمثله شيء إذن هو ليس محتاجا. نعم، لذلك قال لأنه نص محكم لا احتمال فيه، وهو شامل، شامل ليس كمثله شيء لنفي جميع صفات المخلوقين، ومن هذه الصفات الاحتياج، وهو شامل لنفي جميع صفات المخلوقين وسمات المحدثين، ومثبت لصفات المدح والكمال،
فلو كانت صفات الأفعال محدثة كما زعمت الأشاعرة يلزم أن تكون صفات مثل صفات المخلوقات في الحدوث والمماثلة منتفية بالنص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.